سداد البرعوثي، محاضرة في جامعة بيرزيت، أحمل شهادة الدكتوراه في الصحافة والإعلام. بداية اعتقالي كان على خلفية مشاركة ابني في عملية أو هكذا اتهم، وبالتالي من باب الضغط على الابن طبعا خلال اعتقاله تم اعتقالي واعتقال ابني الأكبر، الابن الثاني يعني. فترة الأسر الفعلي كانت مدتها 16 يوماً. طبعاً كنت في العزل، أجريت معي جلسات تحقيق أكثر من جلسة، جلستين كنت خلال التحقيق وطيلة الفترة طبعاً مكلبشة اليدين إلى الخلف، وخلال جلسات التحقيق تكون الرجلان أيضا مكلبشتين في الكرسي، يعني عمليا هذا ما يسمى بالشبح على الكرسي. طبعا التحقيق كان بشكل أساسي، خاصة تحقيق المخابرات كان أكثر منه تحقيق، كان هجوم وشتائم ومحاولة تحقير واستهزاء و تجريم. طبعا أنتم المجرمون وأنتم لا شيء لكم في هذا البلد، ونحن من نعلمكم الديمقراطية ونعلمكم الحياة، وأنتم قادمون من الصحراء، أصبحنا نحن القادمين من الصحراء وليسوا هم. إضافة إلى العزل طبعاً، عزل في غرفة لا أرى فيها أي شخص إلا الشرطة والشرطيات طبعاً حين يحضرون للتفتيش أو للعد أو لإحضار الوجبة السيئة الرديئة جداً من حيث النوع والكم. إضافة إلى ذلك أنه كنت في سجن بعيد في داخل الأراضي 48، وهو سجن هشرون، وهو سجن خاص بالمدنيين بالمجرمين والحشاشين، وكنت معزولة في غرفة في آخر الممر. كانت الغرفة حارة جدا، وكان طبعا الوقت في شهر أيلول، الغرفة حارة جداً، لا متنفس، لا هواء، لا شيء في هذه الغرفة مطلقاً. حتى وجود فرشاة الأسنان كان بالنسبة لهم أن يجدوا فرشاة أسنان ثانية قديمة في الغرفة غير الفرشاة التي أعطوني إياها، كان بالنسبة لهم شيئاً غريباً يستدعي التفتيش والتحقيق لماذا هذه الفرشاة موجودة. فقط في جلسة تحقيق الشرطة أخبروني أن القصة هي قصة فيسبوك، وكانوا قد جمعوا ما يقارب 30 صفحة من صفحتي في الفيسبوك، من حساب الفيسبوك، وحاولوا أن يحققوا على حول هذه، وأنا طبعا لم أجب إلا أنني كاتبة ومن حق التعبير ليس إلا. طبعاً السوشيال ميديا واعتاد الناس عليه، وخاصة فئة الشباب، أنه فضاء واسع للحرية، لأن الشخص يستطيع أن يقول ما يريد،
ولكن تبين من تجربتي ومن تجارب الآخرين أن السوشيال ميديا بمجموعها هي ليست أكثر من مجال لنشر المعلومات، التي في كثير من الأحيان ينشر البعض معلومات ليس من الضروري نشرها، لأنه حتى لو نشرها بدون أي أبعاد لها فهناك من يحلل هذه المنشورات ومن يضع لها هذه الأبعاد، وتصبح هذه المنشورات التي قيلت ربما من باب التعبير، من باب التنفيس، من باب التفريغ، تصبح هذه المقولات أو المقالات أو المنشورات تصبح تهمة جاهزة توجه للفلسطيني. وكثير من الكلمات التي أصبحت يعني معرفة على أنها كأنها دليل ضد هذا الناشر. Struggle is one that has spanned many decades, and what we've seen over the past couple of years is the fight has shifted from the streets to the online space as well. This is especially true with the millennial and Gen Z generations, and so the discourse has really shifted from the physical space to the digital space. And so because the discourse has shifted, the people who are against the Palestinian struggle and the Palestinian fight have also taken their fight online as well. We saw that the Israeli government and Israeli authorities have really taken this fight to the online space by deleting Palestinian content. Things like arrests, violence towards protesters, what's happening in Gaza, things like bombing and whatever, and stuff like that. This is a very organized effort. The Israeli Ministry of Justice has a cyber unit that has been reporting tens of thousands of cases to the social media networks, things like Facebook. In doing so, they are effectively silencing and quieting down the Palestinian activists who are trying really hard to get the message outside, especially to the international world. And I think it's very important to note that the reason that the content is being removed is because it's working, and governments and social media platforms, while they are fighting against it, are not able to keep it silent because it really is an effective way of protest. And so I believe that Palestinians should continue to use their voices online and to look for ways to protect themselves online. Hamle has been at the forefront of the struggle of bringing Palestinian digital rights into public awareness, and this is also done through training and workshops. What we saw is that there was over 500, 600 reports of people having their content taken down or their accounts just completely removed, and there was no space for them to be able to report these things in order to continue protesting. And so we created this database called the Hor database. This database has provided a space for Palestinians to report any digital violations that they encounter. I think that organizations like Hamle and other organizations who work within the scope of digital rights are really fighting to protect Palestinian digital rights and to make sure that people are safe online. أقول مسألة أن حين اعتقلت كان عمري 61 سنة، بمعنى أنه أكبر فلسطينية تؤسر في تاريخ الاحتلال. ومع ذلك، وهذا ما قاله المحامون في المحاكم وفي غير المحاكم، أنتم تحاكمون كاتبة وأكاديمية وامرأة لها من العمر 61 سنة وتعاني من الضغط والمشاكل صحية كثيرة، إلا أنه لم يكن أي مراعاة لهذه المسألة، وبالعكس حتى أن المحققة وهي محققة المخابرات
في نهاية الجلسة قالت أنا خارجة لأرتاح في بيتي وأنت هنا إن شاء الله بتموتي وخليكي تأخذي درس تروحي تحاضري لطلابك فيه كيف إحنا بنتعامل درس جديد تحكي لطلابك وتحربيهم فيه وصفقت الباب وغادرت